صباح الخير يا اخذوه لي هيدا هون في لي هون ما بقى في كراسي بدي الكراسي وين يا حنا كيف محطم عادي هيك ايه عادي اتركهم على كل واحد بحط كرسته لا ما عليه معك ساعة؟ ايه فوق نجيبها؟ ايه من المعروف وخليه ينزلوا يلا كلنا سوا كيفك؟ طولين السهرة امبارح هيك كنت لابس امبارح؟ ايه اوكي نفرد الباقي ولا بس؟ لا كل شيء بدنا ناخذ هلكونا بهالاي سي يلا اترك هوليك هلا هن بيجيب كل واحد بيجيب كرسته بونجور بونجور كل واحد يجيب كرسته كل واحد يجيب كرسي منها صباح الخير يا باي ليه برد عندكم؟ مش عارف بس حلقة امبارح ضربت بس يعني ممكن اخليها معايا دلوقتي خلص هيك حط اللي هيدي هون خلص وهذيك العادة هيك ايوه لا لا بدنا نشتغل تمارين واحد كل طول الصيف بس هالكراسي هي هي بعد في كراسي هونيك هي هيهم 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 اوكي خلص بس انت شو عم تعمل؟ صفي واحد بس واحد ما في واحدة هونيك؟ لا بس لا اتركها خلص اتركها هات لك بس بتحط لي هولي تبع السكور وحدة هيك انت شو عم تعملي خلص؟ انا سرقت مش هتفرق خلص ماشي هيك منيح يلا واحدة أربعة أربعة هونيك؟ 6 حطها هيك هيك هات لك شيء لإلي بعد اثنين هون حط لي هيك كمان ايوه هني هاي حطها هون هاي هوا والماء خلص بلاوي الزر انا بدي وحده بس هيك برد كيف كنت السهره امبارح نقصيتك كانت بس اي مناسبه عيد الام ارضاء البنات لانه هو اثنين عند الليلة طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة يلا لابسين بس متهيئ لكم ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية اوكي شباب ولا واحد منه معه محفظة؟ ماخذينهم منه
بورتابل شو اسمه مش بورتابل بورتفاي ما معكم حتى بورتابل محفظة عادية هدية خلص لا مثل هيك اوكي ماشي البنات معهم من بعد شوي بلج رجعوا على الزيت مين بعد ناقص؟ بنات وبيقعدوا جنيه؟ لا 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 مش ضروري ما بعرف ايش صمتوا حالكم بنات وشباب يعني ثلاثة واثنين خمسة شو بالحبلية؟ مين بعد فيه؟ إبراهيم إبراهيم وعزيز وإبراهيم إيمو أبعده متخد اليوم رح نعمل تمرين نسكر مرحلة جوز أنا عم سبب بس معلش عنا قلنا سواء المشهد بده يشتغلوا على ساعة ونص رح نشتغل مشهد واحد بس بدكم تاخذوا وقتكم نحن عنا انتظار قدام باب الاسانسير يلا يا ابراهيم يلا يا ابراهيم هيك كنت لابس امبارح هيك كرمال البنات بهسار هاو تياب بس كنا عم نطبخ ما لحقنا نبدل اوكي انتوا كنتوا الطباخة انت كمان انا خبرتني مرتي كانت سهرانه انا ماشي اللي كان عندكم حفله وانا جاي بستغل الظرف طلعوا شو بدي افكر نحن لحديت هلا شو اشتغلنا نشتغل لوحدنا بالصمت مش هيك واشتغلنا المشهد اثنين ديو خليني رح تشتغلوا كلكم سوا اصعب بس رح نطلع واحد واحد بالاول القصه بسيطه كل واحد منكم معه موعد مهم الساعه 12 موعد مهم بحياته مصيري اذا ما وصل على الموعد فكست حياته مش معقول عم تصاب علي جايين نحن لهون على وصلنا 12 الا 10 مش هيك هيدا الموعد موجود بالطابق ال 120 بالبنايه مش هيك وراح يطلع الاسانسير وراح تتاخر وراح تعلق بالاسانسير صباح النور راح تعلق بالاسانسير بالاول ما بدي انتبهوا بدي اياكم منبلش بالاول انا رح نعمل اول تمرين ونبلش جديد بدي اياكم بالاول نسمع نقشع بعض في مجال للكلام بس مش دغري فهمتوا كيف في قضيه تخاطب بين بعض نفهم بعض نقشع بعض نعرف بعض بس اهم شيء انه نحن طالعين على الطابق ال 120 عندنا موعد كثير مهم اوكي تتوزعوا بالكراسي مش بشكل كثير هيك مهذب فيكم تقعدوا مثلا بشكل مفرفط فرفطوا وقعدوا كل واحد يفكر انا في هذا موجود نعم ماشي حاله اوكي شوف في الطريقه فاذا ما بتفوتوا على الاسانسير الا ما انا قلت لكم ها صوابنا فاذا اخذنا بوينت زيرو يعني نقطه الصفر كل واحد بانطلاقه من وين جاي بلش فكر فيها شو بكون نعسنين ما عندي مشكله بدي لكم شغله ما عندي مشكله تستغلوا كل شيء صار معكم قبل يعني جاي نعسانه قايمه مأخر من التخت مجبوره اجي لهون فهمت كيف علي؟ اذا واحد مش انه يجرب يتصنع فهمت؟ مين ما فهم؟ عندي الاحساس انه ما حدا فهم شيء لا فاهمين فاهمين بس ما حدا عم يرد لكن واحد يطبق طيب يلا الاسانسير فين بالضبط؟ وين الاسانسير؟ يحو قدامك خليني انا عملته صغير كثير حلو الاسانسير اوكي نكبس من هون لو الليلة تهنى بعيد
بعيد وسبنا كل الناس.